الطويله تمشي عند العناصر الرجويه. وعصام الرقي ينفذ لمتولي، متولي من الجهه اليمنى، متولي ومري، اصابه، هدف تعادل لفريق الرجاء، هدف تعادل لفريق الرجاء في اللحظات الاخيره. يزور في الموعد مره اخرى، وفرحه مستحقه للجماهير الرجويه التي تحضر هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. تسديدة قاتلة لمحسن يزور، ولا يفلح الساحر من حيث أتى. ومحسن يزور يبطل مفعول اللغز الهجومي لفريق الرجاء ويسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، هدف مستحق لفريق الرجاء. وكما قلت حرام أن فريق